مرحبا يا حلوين، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير صوص الشوكولا الابيض. عنا نص كوب سكر بودرة، نص كوب حليب سائل، نص كوب حليب بودرة، كمان نص كوب زيت نباتي. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بنحط اول شيء السكر، الحليب، كمان الحليب السائل، خلطهم مع بعض. بس خلطتهم بهذا الشكل مع بعض، هلا بحط كمان فوقهم الزيت. كمان منخلطهم. خلصنا التخليط. هلا بدنا نحطهم بوعاء. واو، هيدا الشكل النهائي كتير رائع. هيدا الصوص، شفتوا كيف شو حلو؟ منزين فيه الكيك، سينابون، كرواسون اذا حبينا نحط بالكرواسون، كتير كتير طريقتهم رائعة. حركهم بعد شوي منيح. هيدا الصوص اللي عملته انا وياكم، هيدا الشكل النهائي بهيدي السماكة. إذا منا إياه أرخى شوي، شو منعمل؟ منزيد شوي حليب، بس هيدي الطريقة أفضل عشان نقدر ندهن على الكيكات. هذا الصوص الأبيض اللي عملته أنا وياكم. بتمنى التعليق على الفيديو، الإعجاب بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.